حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ومعانا نحن على الهواء مباشرة الدكتورة عايشة مدير قسم تعزيز الصحة في مركز أبوظبي للصحة العامة. حياك الله دكتورة. صبحكم الله بالنور والسرور اختي عبير، يا مرحبا وسهلا فيكم. يا حياك يا رب، يا حياك الله دكتورة. ضمن حملة نصلكم أينما كنتم ومبادرة تطعيم ووقاية كبار السن اللي نحن الغير مطعمين طبعا، ونحن على مدى هذا الأسبوع يعني كنتوا معانا في هذه الحملة، شو هي المناعة المجتمعية ولماذا كل فرد يعتبر جزء مهم لتحقيقها؟ نعم أختي عبير، المناعة المجتمعية تعرف أيضا بمناعة القطيع كترجمة حرفية لها. نعم. هي الحماية الغير مباشرة من الأمراض المعدية التي تحدث عندما يكون كل السكان أو معظمهم محصنين، إما من خلال التطعيم أو المناعة التي تم تطويرها من خلال عدوى سابقة. نعم. طبعا حكومة الإمارات الرشيدة تحس أن تحقيق المناعة المجتمعية يعتبر هو الأساس في انحسار هذا المرض، وطبعا هذا منبثق من أفضل الممارسات العالمية ومن توجيهات المنظمات العالمية الصحية. يعني أن ما يسمح المناعة المجتمعية راح تحد من انتشار المرض وتكسر سلاسل الانتقال، وبالتالي تقلل فرص تطور الطفرات عفوا. فالتحقيق المناعة المجتمعية نحتاج نسبة كبيرة من السكان يأخذون التطعيم، هذا بيقلل الكمية الإجمالية للفيروس القادر على الانتشار في جميع السكان. وطبعا هو يتمثل بأنه يكون أحد أهم أهداف العمل نحو السيطرة على انتشار العدوى. طبعا راح تبقى مجموعة بسيطة اللي هم هذيلا غير مؤهلين لأخذ اللقاح، سواء عندهم أمراض مزمنة أو عندهم حساسية من اللقاح، هذيلا لازم نحميهم. فحمايتهم تكون بأن اللي يقدرون ومؤهلين يأخذون التطعيم يسارعون لأخذ التطعيم. مثل ما قلنا نحن نبغى نكسر سلسلة الانتقال، فمهم جدا موضوع أن كل واحد اليوم مؤهل يأخذ التطعيم، وخاصة نحن نشجع أفراد المجتمع اللي هم أكبر عن 55 سنة. جزاك الله خير ومشكورين على هذه الجهود دكتورة عايشة رئيس قسم تعزيز الصحة في مركز أبوظبي للصحة العامة، على هذه النصايح اللي فعلا يعني، وعلى هذه الحملة اللي هي في النهاية في مصلحة هذا المجتمع، واللي الدولة جزاهم الله خير وشيوخنا ما قصروا في يعني في 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 يعني حماية هذا المجتمع، وأنه يكون دائما مجتمع صحي آمن. وهذا أثبتوه طبعا على مستوى حتى المستوى العالمي والدولي. شكرا جزيلا.